الكرة دي مدورة، انت اعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ما هو التوفيق مش هيلازمك بالايجاب طول الوقت، لا هيجي مره برضه انت التوفيق ده مش هيبقى معاك، لكن انت اعمل اللي عليك مره وخليك مصر انك انت دايما تقدم الصح ودايما تعمل اللي عليك. اكيد ربنا سبحانه وتعالى الاخلاص في العمل ربنا بيكافئ الناس.